FM. الكلمة ليك. وصلنا ل 11 و 12 دقيقة، هذه هي السهرية، قاعدين حتى نص الليل. ضيفنا نجيب عياد مازال بحذانا، وضيفتنا اللي التحقت بينا توا الإعلامية والممثلة بيا الزردي. مرحبا، أهلا وسهلا حسام. صح شريفتك، محلى لمتكم، صح شريفتكم والمستمعين تاع كابي فام. أهلا وسهلا المرة الثانية نتقابل معهم على موجات الناس اللي مستنسين بيك في الإذاعة الوطنية. اليوم يسمعوك على كابا فام باش تحكي على تجربة التمثيل بالأساس. من قبل ما نحكيو على تجربة التمثيل ونحكيو على التصريحات النارية لبيا الزردي في وسائل الإعلام، سبيسيال بورتري سبيسيال أسامة سويعي. بيا الزردي إعلامية ممثلة عطاها ربي الزين والقبول، بدأت رحلتها مع التنشيط وخدمة مذيعة ربط عام 86. في لحظة فدت من التلفزة بعد تتخبيت ورجعت بعد 10 سنين، خلطت على كبارات التلفزة الوطنية، خدمت مع نجيب الخطاب، حاتم بن عمارة، هيلا الركبي، وصالح شغام في الإذاعة الوطنية. هي تقول كل شيء في حياتها جاي بالصدفة، ولقات روحها تمشي عكس العباد. من الصغرى بديت بالتلفزة، وصلت للراديو، وين تزيد تكبر في العمر تزيد تصغار. الغرام بدأ بالغناء والتمثيل، من بعد جاء التنشيط، رحلة عمر وسنين. كل شيء مكتوب عجبين ولازم تشوفه العين. ومثلت ليلى بن علي الممنوع الرجال، ولقات روحها من الأكابر، وهي بطبيعتها من الأكابر. يا للي خدم على روحك وقدم، راهو العمر يجري وذكي اللي يخلط على بايو على بكري. انا على بكري برشا خليت بايو راهو الحقيقه. سبيسيال بورتري جيت قتي الحقيقه. الحمد لله. شو تعليقك على اللي قال اسامه؟ حلو، ما حسيت كنت زدت طول شويه راني بكيت، كنت زدت جمله اخرى راني بكيت. فوالا عنده الكتيبه نجيب عياد بحداك اسامه، كان تستحقه في يكتب. فوالا كي جميل دخله وكي جودك. بيا الزردي والتمثيل ومسلسل الاكابر، من الادوار الرئيسيه في مسلسل الاكابر، كيفاش كانت التجربه؟ حلوه ياسر، خاصة كي تبدا انتوغي بإكيب كيما ليكيب اللي خدمنا معاها في الأكابر، ومع مخرج كبير كيما مديح بالعيد. الحقيقة معني هذه فرصة ما تجيش ديما معناها، وخاصة نحن إنتاجنا قليل برشا. فما أمنيات يحلم بيها كل واحد، يحلم باش يقدم وباش يكبر وباش باش باش يعني. شوف أنا خاطر التمثيل هو جايز الحقيقة صدفة، اقتراح من سامي الفهري في مكتوب. وأنا كانت حلمتي أني نبدأ من الباب الكبير، يعني كيما بديت أول ما بديت وأنا ما زلت صغيرة بديت بالكبير. ما نجمتش الحقيقة نبدأ التمثيل ندخل من باب صغير وندخل بشوية، يعني قلت ندخل بشوية معناتها في الدور ما يصيرش صغير، ولكن ندخل مع الكبار مع المهمين، ندخل في عمل كبير يتحبوا الناس ويعجب الناس، باش نظهر أنا باش نبرز أنا. معناتها هي صحيح صدفة جات من سامي الفهري، ولكن سامي وصل له اللي بايا تحب تمثل، راهو مش معناتها هكا قعد هاي بربي نشوف بايا، لا وصل له أصداء اللي راهي بايا. رميت سنارة قلت راني أنا نحب نمثل، ماني رميت بتبيعة يا أخي. علاش قلت لك هي صدفة مش صدفة، معناتها وصل له سامي الفهري اللي أنا نحب نمثل، عيني باش نمثل شيء اللي ما عملتوش قبل. على خاطر قبل في التلفزة الحقيقة كنت المسلسلات والأعمال الحقيقة دون المستوى، ومش نقولها معناها بصراحة كنت نحشر. كيفاش دون المستوى؟ لا معناها تمكنيات. نحكيو على مسلسلات صنعة ربيع التلفزة التونسية، نحكيو على غادة، نحكيو على صيد الريم، نحكيو على الدوار، نحكيو على خطاب على الباب، نحكيو على صيد الريم. جاء ساعة بعد مكتوب اولا مكتوب وغادة قبل بشويه، لكن وقتها نراو بعيده وقت على التعروسيه. نحكيوا على مسلسلات مهمه اللي مش موجوده انا وقت عاد، انا برجع كي رجعت بعد 10 سنين انا نحكي على الفتره اللي كنت فيها مذيعه ومنشطه في التسعينات، قبل التسعينات فهمت، انا راهو بعد في بدايه التسعينات راهو معناتها بكري ياسر. فوالا معناتها وقتها ازمه كبيره نتاع دراما وما فماش تقريبا، وحتى كي فما معناها حاجه ما تتعداش بالكل، وحاجه الثوره اللي صارت 91 مع الدوار هذيك كانت البدايه فهمت. انا وقتها كنت بعيده، وكنت بعيده والحقيقه مازال معني، حتى كنت نتفرج في الدوار ما راش في روحي غادي. جاي من بعدها من عشان هو المسلسل اقل من الدوار، زيد كيف مانيش روحي الا من بعد كي رجعت.
وجاي المكتوب وسمعت اللي المكتوب راه باش يكون نقله كبيره برشا، مرحله مهمه في تاريخ الدراما. جيت في مكتوب اثنين معنا بعد ما عمل المكتوب الاول السكسي نتاعو. مكتوب اثنين انت شاركت مكتوب اثنين ام مرام بن عزيزه. ايوه شنو اللي نحلش ولا انت جيت في الفتره هذه كنت نحكي ياسر كنت في الاذاعه كنت في الاذاعه نتكلم في الفتره اللي قلت انت جيت في الفتره اللي المسلسلات سي بون معناها انستالي عندنا عندنا مسلسلات مهمين هذه قلت فرصه هذه فرصه باش نبدا علاش ما رينكش من مكتوب كان السنه في الاكابر لا لا تعدي في تجارب مهمه لا في ادوار ادوار مهمه تعديت في سيت كوم سيت كوم استاذه ملاك دور كان مهم في استاذه ملاك ودور مختلف هذاك الدور نقول لك حاجه شفت فيهم الكل بالرغم اللي الادوار كلها مهمه بالنسبه لي وخاصه الدور هذايا الاخراني دور عجبني برشا بالرغم اللي الاستاذه ملك ما نجحش السيت كوم لكن دور عجبني خاطر خرجني من قشرتي المراه الشعبيه السفساري والتماق واللوبينه وعلى صنع القهواجي تحب تاخذ وتحب تعاود حياتها وتعارس حلو وحلو وعسل الدور ومعناتها شوفوا طيب دورك في اشتراني حاجه اخرى اشتري حاجه اخرى لا رينا حاجه عجبتني ريتا رينا سيت كوم مسلسل سيت كوم للاسف ثم مكتوب رجال في 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 سوريا ثم هو جات راي ادوار اللي انا رفضتها راه مثال شنو الدور اللي رفضته بيزا مثلا دور في بطوله في فيلم مكشر كما سابي خديجه مكشر خديجه مكشر علاش رفضت؟ رفضت خاطر فيه الحقيقه ما انت دي سيكونس ما خارج على الموضوع ما تقبلش بيا الزرد اليوم لا 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 جامي حتى كي تبدا موظفه شو موظفه؟ موظفه معناها سين موظفه اه سين موظفه لا مش موظفه في في الحكومه موظفة. لا لا معناها سين موظفه معناها بلا بها الفيلم ما يتعملش لا 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 ما يتعملش مش لازم انا نعمله هكا اما لا ما نقبلش ما تقبلش ما نحبش لا نحشم نحشم اخي سبحان الله يا اخي واحد ما يحشمش لا من حقك نسال انا نحشم ما نحشم خويا يتفرج فيا وانا قام عليه هذا الكل فاش قام من اجل الفن لا مش لازم عليك تجي فرصه جات برشا فرص راه بخلاف دور والله اخر مره جاني دور في عمل كبير ياسر وحلو ياسر ما نحبش نقول شكونه عمل قريب نبكي معناها اللي انا ما حبيتش نعمله الدور صدقني قريب نبكي قلت فرصة شو هو الفرصة مش اني زادة نمثل وهاني موجودة فرصة كي تجيك دور باش تقدم فيه خطوة باش تتعلم خاطر معناش برشا فرص فهمت نحب نتعلم نحب نجي قدام الكاميرا ونقدم خطوة لقدام ونحب جو فو بروفي اللي انا راني مش نحب التمثيل مجرد اني باش نكون موجودة باش نوري وجهي راه مش هذا نحب نقول اللي انا راني موهوب لان عندي موهبه لان ما جيتش راه نتعلط ولا جيت ندخل في روحي ولا جيت باش ناكل خبزه وكها والحمد لله يا ربي مستوره ولاباس وعندي خدمتي والحمد لله لكن هذا ما يمنعش اللي برشا يقولوا بيا الزردي تتعلط على التمثيل باش ندخلها هذا السؤال اللي تقال هذا الكلام اللي تقال حتى في الكوليس يقولوا مذيعه باش ندخلها في التمثيل كما انا يقولوا ممثل باش ندخله في التنشيط لا نقول ما نقولوش انا مش انت نحكي اذا تنجح شو اذا تنجح ما نجمش نسمح لروحي باش نقول لك الكلمه هذا عيب وغيره وحسد مش انت نحكي العباد شنو تقول مش انا هو ما العباد اللي قاعد يقولوا هكا حاسدينك اللي يقولوا عليك كلام كيما هكا بالطبيعه يا اخي ما علاش يقولوا هكا معلاش باش يقولوا هكا نجيب عياد وانت اذا كان انا عملت دوري مليح وقنعت شنو هو الكلام زايد معناتها يجي التعليق هذا نتاع تتعلط ساهله كلمه تتعلط اسكو لا غيوسي انا با غيوسي باهيه مش باهيه هذا جوستومون المقياس الوحيد هو النجاح نجيب عياد وانت تنتج مسلسلات وتتدخل في الكاستينج بشكل او باخر معناها في اختيارات وتتدخل في الكتابه بشكل جيد معناها مش بشكل الغلط ترى بيا الزردي في الكاستينج نتاعك تشوفها في المسلسل هذا لا في مجمل الاعمال تطرح ممكنه فهمش لا هي بالحق موهوبه راهو يعني صحيح انه ما هيش اللي عملت الكورسوس العادي نتاع الممثلين اللي قرات تمثيل وعملت كذا وتميزرت وعملتهم الكل وجات فرصه نتاعها هي جاتها فرصتها معناها من ما جات فرصتي باش حققت حلمتي انا راهو فبطبيعه الحال بالنسبه لي انا لو كان عندنا دور اللي يشبه لها ولا يقرب لها انا ناخذها مثلا انا متاكده عندها الامكانيات عندها القبول اولا
وثانيا عندها الامكانيات وعندها الطلاقه لانه متعوده زاده بالكاميرا متعوده بالميكرو متعوده ثم حاجات زاده تخدم الممثل تجربه التنشيط ما تخدمش الممثل لا مش موافقه مجرد انه تعرف علاش باش تركز وتعرف تاخذ قدام الكاميرا وتعرف يعني تاخذ لي روبير نتاعك راهو هام جدا بالنسبه لي. والله وقفه الكاميرا هو منشط من منشط زاد هو فما منشط طول عمره يقعد ما يعرفش يقف قدام الكاميرا معناها فهمت مش معناها منشط معناتها هو يعرف يقف قدام الكاميرا فما هاكا نشوف فيهم معناها حلمه ولا حلمه في الاكابر سنة في الاكابر كيفاش تقيم التجربه وهي قريب توفى تجربه يعني اليوم تقريبا المسلسل في الحلقات الاخيره نتاعو اليوم الحلقه 12 نزلوا ثلاثه حلقات تجربتي انا كيفاش نقيمها تجربه المسلسل كله تجربتك انت داخل المسلسل انا نشوف اللي اكبر بالطبيعه مسلسل كبير برشا حاجه حلوه برشا نقله مهمه مش جديد علينا المستوى هذاك بدا من 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 مده من السنوات الاخيره بدينا نقدموا بدينا نتطوروا بدينا نقدموا في اعمال تشرف معني انا اليوم ما نغزلوش بعيني انا نقول كيف يزابيو البرا ويتفرجوا في تونس ويشوفوا مسلسلاتنا ومستواها وبنا تقنيات قاعدين نخدموا امكانيات والوجوه والمستوى ندير حاجه تشرفني وانا نقول هما مش يتفرجوا فينا معناتها هذا هو اللي 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 مهم بالنسبه ليا بالنسبه لتجربتي انا في الاكابر تعلمت منها زدت تعلمت انا قاعده نتعلم راه انا قاعده توا نقدم وقاعده نتعلم معناها انا نقول انا اليوم الحمد لله معناتها نعتبر روحي اللي انا بديت اليوم خطوتي الاولى الدور دور وفاء في مسلسل الاكابر دور المراه المستكينه المراه اللي مضروبه على يدها المراه اللي محكوم فيها نقولوا احنا ضعيفة. اللي في دارها اللي ما تتغيرش الشخصيه لحد الان في الحلقه 12 ما تتغيرش تمشي على الخط هذاك مش صعيب باش ممثل يخدم دور كيما هكاك دور ما فيش تغيرات دور وكانه في خدمه شخصيات الاخرين اكثر منه في خدمه شخصيه هي يقلقوا هو اللي حسيته انا معني اللي يقلق الممثل معني اللي شخصيه كي تراها وتتعرف عليها وتحب تلبسها تقول هذه ما تقربليش بالكل كيفاش باش نعمل لازمك عاد وقتها تشوف حل الحل هو اللي لقيته انا الحقيقه اني نشوف شخصيه تقرب برشا ولا كيف الشخصيه اللي باش نتقمصها انا ولقيت في اللونتوراج نتاعي شكون اللي قريبه للشخصيه هذه عندك شكون اي قعدت نلوج شكون موجوده وفاء برشا في تونس لا توا ما عادش المراه هذيك موجوده برشا المراه في تونس تولت فايقه ياسر ولات فايقه ولات برغم اللي تجم تفوتها برشا حاجات كرجال انا كي قلت قالوا لي كيفاش تقول هكا قلت والله المراه ولات قويه توا وعندها شخصيه برغم اللي مازالوا موجودين نساء هكاك ومش معناتها هو عيب فيها المراه ما فيهاش حتى عيب مسكينه هي مراه تحب دارها وتحب اولادها وقاعده ليا بدارها لكن ما انت هك تشوف ما انت شخصيه زوجه شخصيه مش عاديه بالكل معني ما انت شيطان رجيم معني واذا كان المراه نظيفه من الداخل واذا كان المراه معناتها ما عندهاش شخصيه تتحب الشخصيه عند العباد شنو قالوا لك العباد على شخصيه وفاء؟ سخفتهم شخصيه وفاء ما تفردوا كان كيف بدات تاخذ في موقف تفردوا وقتها المسلسل عنده راي من ساعه كما التوانسة عندهم رأي من ساعة نجيب عياد كمنتج يمن بالمرأة برشا اليوم نلقاه في كتابة النصوص للموسم الثالث على التوالي فريق نسائي في الكتابة فريال الرابع على التوالي فريق من فريال قلال نلقاه زاد سناء بعزيزي ونلقاه رابعة السافي سناء معهم يعني الكتابة بالنساء وقبل زاد كانت رفيقة بوجدي المرتين يعني الكتابة النسائية أهم برشا من اللي يكتبوا رجال سنسيبيليتي أخرى السؤال بطريقة هذه لكن أنا لقيت راحتي في هذوما أكثر برشا مع النساء لأنه أولا الحس النسائي راهو في الدراما عنده دور كبير يعني كي باش تحكي على الحب راجل ما يعرفش يحكي على الحب باش تحكي على المشاغل اليومية نتاع ديتاي نتاع الدنيا هذوكم نتاع الدنيا دائما وابدا تفاصيل ولا نجيب عياد بعد شويه بعد الاخبار مش نرجعوا نحكيوا في الموضوع هذا مش نحكيوا على تجربه الانتاج هذا مش نحكيوا معك بيا الزردي في التصريحات الخطيره على الموجات الاذاعه الوطنيه وموجات موزايك هذا كل بعد ما نسمعوا مزيانة صابر الرباعي بعد الاخبار راجعين ما تبدلوش ستاسيون قاعدين حتى النص الليل كابا فان الكلمه ليك